تمام، اهلا بكم يا شباب. ان شاء الله ده السيشن الاخير في تدريب ليفل زيرو اللي هيكون تبع الترم اللي فات. ده كان السيشن اللي احنا اجلناه بسبب الامتحانات العملي ودخول امتحانات الفاينل، فاجلنا السيشن ده. فده ان شاء الله هيكون السيشن الاخير في التدريب ليفل زيرو. تمام، بعد كده ان شاء الله هيكون عندنا فترة كده بس ان احنا نراجع على القديم ونعمل مسابقة ان شاء الله، بحيث ان نعمل تأهيلات ليفل 1. اول حاجه السيشن النهارده هنتكلم عن اللي هي النون لينير اس تي الز. احنا المره اللي فاتت اخر حاجه خدناها كانت اللينير اس تي الز، هنعمل مراجعه عليها على السريع كده دلوقتي، بعدين نبدا نتكلم عن ايه النون لينير اس تي ال كونتينوس. ماشي، هنبدا في الموضوع على طول. بس اول حاجه قبل ما نبدا، يعني لو حد عنده اي سؤال في اي وقت ممكن يوقفني يعني يسال السؤال على طول، مفيش مشكله يعني. تمام، ماشي، هنبدا بس نتكلم عن الايه اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. ماشي، اول حاجه كانت الاس تي الز دي ستاندرد تمبلت لايبراري، هي لايبراري جوه سي بلس بلس، مكتبه جوه سي بلس بلس، فيها حاجات كتيرة مش محتاجين نعيد كتابتها تاني. تمام، كان عندنا حاجة اللي هو الفيكتور. تمام، الفيكتور ده قلنا ان هو array او dynamic array، نقدر نضيف فيها عناصر ونشيل منها عناصر. تمام، كان عندنا stack، كان برضو زي الفيكتور كده بس اللي هو بيشتغل بنظام first in last out. لا لا معلش، last in first out، يعني اخر حاجه دخلت هي اخر حاجه بتروح. تمام، وكان عندنا الكيو، عايز بس سريع. تمام، برضو الكيو بتبقى فيرست ان فيرست اوت، يعني اول حاجه دخلت هي اخر حاجه بتطلع زي الطابور عموما. وبرضو كنا اتكلمنا عن، يعني كان في السيشن اللي فات برضو كان في فيكتور وستاك وكيو، وبرضو كنا اتكلمنا عن برايورتي كيو. برايورتي كيو كنا بنقول ان هي بترجع لنا كل مره اكبر عنصر جواها، و دي الكونتينرز اللي كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. تمام، كونتينرز يعني داتا ستراكشر بتخزن اكتر من بيانات. تمام، يعني الانتجر بيخزن قيمه واحده، اما الفيكتور اوف انتجرز بيخزن اكتر من قيمه. تمام، لعناصر انت من نوع انت. تمام، ده كانت الكونتينرز اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. دي الكونتينرز دي بتخزن بيانات. بعد كده كنا اتكلمنا عن بعض الالجوريزمز اللي موجوده برضو في اللايبراري اللي هي ستاندرد تمبلت لايبراري في السي بلس بلس. الجوريزمز زي السورت، كنا بنستخدم السورت على طول، و لور باوند و ابر باوند. مثلا حد فاكر دول كانوا بيعملوا ايه، اللور باوند والابر باوند؟ يا شباب تمام، بص اللور باوند كانت بتعمل زي باينري سيرش، باينري سيرش عشان تجيب العنصر في لوج ان. احنا طبعا اخذنا الباينري سيرش، اخذنا الباينري سيرش قبل كده، وقلنا بنقسم الليست بالنص ويشوف ويعمل مقارنات بحيث ان هو يوصل للعنصر في لوج ان من العمليات، مش بيمشي بالترتيب من اول لاخر حد يوصل للعنصر. تمام، فاللور باوند والابر باوند بتمكننا ان احنا نعمل باينري سيرش على العناصر اللي موجوده في الكونتينرز دي. تمام، ده كان بالنسبه ايه للجزء الاول من الاس تي الز. الجزء الثاني النهارده هيكون ابسط شويه، يعني النهارده هيكون هنتكلم عن موضوع اقل بكتير. تمام، بس مهمين جدا. احنا اتكلمنا عن الجزء اللي فات، كنا بنتكلم عن اللينير اس تي الز. لينير يعني خطيه. ليه؟ لان العناصر متخزنه في الميموري بشكل ورا بعضه، يعني كل العناصر موجوده في الميموري بشكل ورا بعضه، بشكل متتالي يعني. تمام، اللي هنتكلم عليه النهارده هي النون لينير اس تي الز،
العناصر مش بتكون في الميموري بشكل متتالي، وهنفهم كده ازاي دلوقتي. ماشي، فيلا نبدأ بقى ان شاء الله السيشن بتاعت النهارده. تمام، اول حاجه هنتكلم عليها هي الست. بعد كده هنتكلم عن حاجه من الست زي الست اسمها ان اوردرد ست، وهنتكلم عن المالتي ست. تمام، ده في الجزء الاول. الجزء الثاني ان شاء الله هنتكلم عن الماب والان اوردرد ماب. ماشي، اول حاجه الست. هنعمل نقول السنتكس بتاعتها على السريع. بنكتب ست، وبنحدد داتا تايب اللي هنحطها جوه الست دي، وبنعطيها اسم. تمام، لو هنعمل ست فاضيه بتكون بالشكل ده. لو عايزين نعمل عناصر ابتدائيه بنكتب ست نيم ونحط العناصر بالشكل ده. تمام، ولكن ده مثال على ايه، على ست من نوع انتجر. تمام، طب ايه فايده الست دي؟ اول حاجه قال لنا، او من خصائص الست يعني، ان هي بتخزن العناصر بشكل مرتب. الست العناصر فيها جواها مرتبه. تمام، معناها ايه؟ ان احنا مثلا عندنا ست، وليكن مثلا عملنا ست انتجر، وضفناها مثلا، سميناها ست وضفنا ليها عناصر ابتدائيه مثلا 4 5 7 2 1 3. تمام، دي العناصر اللي احنا ضفناها للست. تمام، وبما ان الست دايما مرتبه فالعناصر جواها هتبقى موجوده بالترتيب. ماشي، فلو احنا مشينا على الست، هنتكلم ازاي دلوقتي، ازاي هنمشي على الست ونشوف نعمل لوب عليها ونشوف العناصر بتاعتها. تمام، بس مبدئيا كده احنا ممكن نعمل لوب عاديه خالص كده على الست، ونطبع العنصر نشوف. طبعا لنا عناصر بالترتيب 1 2 3 4 5 7. تمام، مع ان احنا ما دخلناش بالترتيب للست. لو ده فيكتور فالعناصر فيها هتبقى بنفس الترتيب، وهتحتفظ بنفس ترتيبها اللي احنا دخلناه بيه. تمام، دي اول حاجه في خصائص الست. تاني حاجه قلنا ان الكاركترستيك بتاعت او خصائص الفاليو يعني كلها هاف يونيك فاليوز. يعني ايه يونيك فاليوز؟ يعني كل عنصر جوه الست ليه قيمه واحده، يعني العناصر كلها ليها قيم مختلفه. ماشي، ازاي؟ لو احنا مثلا عندنا ضفنا 4 و4 كده، الست دي تحتوي على 2 من العنصر 4. تمام، وقال لك ان كل العناصر بتبقى يونيك، كل يعني العنصر موجود مره واحده، فالاربعه دي واحده بس فيها اللي هتفضل في الست. فلو طبعا الثاني الليست او الست مره ثانيه، فعلا طبعا لنا 4 مره واحده بس، لان احنا بالفعل الست ما بتاخدش العنصر اكتر من مره. تمام، بكل العناصر فيها بتكون يونيك. ماشي، ماشي. عندنا حاجه تانية، ان العناصر جوه الست ما نقدرش نعدلها. ما نقدرش مثلا نقول هات لي العنصر رقم 3 في الست. تمام، هات عنصر 3 وخليه مثلا قيمته بدل ما يكون 5، هو العنصر 3 هيكون قيمته 7. ما ينفعش اقول له مثلا خليه قيمته 9 مثلا، ما ينفعش اعدل قيمه العناصر في الست. وطبعا الشكل ده اساسا ما ينفعش في الست، لان هي مش ما هياش لينير، بحيث ان احنا نقدر ناكسسها بالشكل ده. تمام، ما نقدرش ناكسس العناصر في الست بالشكل ده. الامبلمنتيشن بتاعها بيستخدم الباينري سيرش تري. تمام، ده معناه ان هي مش في الميموري، ما هياش مرتبه ورا بعضها. يعني مثلا في الميموري مش هنلاقي 4 5 7 وهكذا شكل الميموري، بتكون على شكل باينري تري. طبعا مش مهم الشكل دلوقتي، او مش مهم هي معموله امبلمنتيشن ازاي، بس المهم ان العناصر جواها مش مترتبه في الميموري بشكل متوالي. تمام، عشان كده بنحطها في ايه، في النون لينير اس تي ال، اسمها نون لينير. وطبعا ملهاش اندكس، زي ما قلنا the values in a set are unindexed. تمام، ده كان بالنسبه ايه للست. احنا اتكلمنا عن الخصائص الاساسيه في الست، دلوقتي هنتكلم عن ايه، عن functions جوه. لحظة بس، هنتكلم عن الايتريتور. احنا كنا اتكلمنا عن المرة اللي فاتت، كان في سيشن المرة اللي فاتت. لو احنا فاكرين
قلنا ان الايتريتور ده حاجه برضو كانت يعني في الستاندرد تمبلت لايبراري بتاع السي بلس بلس، بيمكننا ان احنا يبقى عندنا زي ادرس عنوان للاوبجكت لقيمه معينه. تمام، يعني مثلا عندنا الست دي، هنرجع للست تاني. انا عايز، انا طبعا عارف ان هي مش مترتبه بالترتيب، فانا عايز اوصل لاول عنصر فيها. تمام، مش عايز قيمته، انا عايز بس ايه مؤشر يشاور لي على العنصر ده. تمام، هعمل كده ازاي؟ هكتب st dot begin. زي ما قلنا ان الاتريتور بيحتوي على على بوينتر او مؤشر للعنصر في الميموري. تمام، فلو احنا قلنا له st dot begin اللي هو اطبع لي او هات قيمه اول عنصر في الميموري، فنعمل سي اوت اس تي دوت بيجن ونشوف القيمه اللي تطلع لنا. تمام، هو ما طبعش اساسا قيمه الايتريتور ده، عشان احنا بالفعل احنا بنطبع الميموري قيمته في الميموري. تمام، وقلنا برضو عشان نرجع القيمه من الايتريتور ده بيحتوي على العنوان في الميموري. تمام، عايزين بقى نجيب القيمه اللي عند العنوان ده، بنحط نجمه في الاول، ساعتها بيطبع لنا واحد اللي هي قيمه الحاجه اللي موجوده في العنوان ده. تمام، ده كان ايه في الايتريتورز. فعندنا فانكشن في الست اسمه begin، ده بيرجع لنا iterator لاول عنصر في الليست في الست. تمام، عندنا برضو فانكشن تاني اسمه end، returns an iterator pointing to element after the last element. ازاي؟ لو العنصر في الست دلوقتي، تعالوا بس نخليها ابسط شويه، 1 2 3. دلوقتي احنا عايزين نطبع st dot end، احنا بنجيب قيمه st dot end. قلنا end بترجع لنا ايه؟ مش بترجع لنا عنصر 3، بترجع لنا العنصر اللي موجود بعد 3. تمام، طبعا مفيش عنصر بعد 3، مفيش عنصر في اخر الليست ست. فده يفيدنا ازاي؟ هيفيدنا مثلا في حاجه زي كده. احنا قلنا يعني هيبقى ال st dot begin بيرجع لنا لو ده مثلا العناصر في الميموري بالشكل ده، فهتكون مثلا عناصر في الميموري 1، بعدين 2، بعدين 3، بعدين العنصر، بعدين لسه بتخلص. تمام، ف st dot begin بيرجع لنا العنصر ده اللي هو 1. st dot end مش بيرجع لنا 3، بيرجع لنا المكان في الميموري بعد 3 اللي هو هيكون هنا. تمام، هيرجع لنا المكان ده. فمثلا لو احنا مثلا عايزين نلوب على العناصر بتاعه الليست، فهنعمل فور ونعمل مثلا، هنعمل ايتريتور يشاور على المكان الحالي، فممكن نخليها اوتو بس على طول، مش لازم ايتريتور اي تي. ده هنسمي الايتريتور بتاعنا هيكون فين؟ مكانه اس تي دوت بيجن. تمام، وطول ما هو ما يساويش اس تي دوت اند، لو الايتريتور الحالي ده لا يساوي اس تي دوت اند، هنزود الايتريتور بمقدار 1. ماشي، وطبعا ده الايتريتور هيكون بيحتوي على الادرس او عنوان، فاحنا بس عايزين نجيب القيمه منه، مش العنوان ذات نفسه. فنعمل ايه؟ نجم. لو طبعنا دلوقتي عادي، طبعا علينا 1 2 3. ماشي، ففي اول مره ساوى اس تي دوت بيجن، اي تي بقى يساوي اس تي دوت بيجن، فراح عند الواحد. بعد كده زود الايتريتور بمقدار 1، فتحرك في الميموري او راح للميموري ادرس اللي بعد كده اللي هو عند الاثنين. بعد كده طبعها، راح للمره الثالثه عند 3. هل هو اس تي دوت اند؟ لا، لان احنا قلنا 3 ما بيكونش اس تي دوت اند، فطبعها. وبعد كده رجع لنا ايه؟ بوينتر عند العنصر الاخير اللي هو اس تي دوت اند، فساعتها وقف وما طبعش. تمام، فالشكل ده بيمكننا ان احنا نطبع كل ايه عناصر الست. حد عنده سؤال لحد دلوقتي يا شباب؟
هل كل حاجة واضحة؟ ماشي تمام. نكمل. ده كان بالنسبة لبيجين وإند. اس تي دوت سايز وامتي وكلير واضحين من معناهم، تعالوا نستخدمهم على السريع. ماشي، اول حاجه اس تي دوت سايز هترجع لنا عدد العناصر في الليست. فلو احنا عملنا مثلا سي اوت اس تي دوت سايز في السيت، قصدي معلش، طبع علينا هيطبع لنا 3. طبعا لو احنا زودنا العناصر وزودنا قيمه 3 مره ثانيه فستيل هتفضل 3، مش هتتغير. تمام. عندنا st.empty بيرجع لنا true او false، هل الست فاضيه ولا لا. تمام، لو الست كان فيها عناصر بتطبع false، غير كده بتطبع true. فهل هي دي empty؟ فالمفروض يطبع false اللي هو ايه، صفر. ماشي، اخر حاجه اللي هي st.clear مش هيطبع حاجه، هو هيمسح، هيفضل الست كلها. ولو احنا طبعا بعدها هل الست امتي، فطبع ايه، ترو. تمام، دي كانت ايه، حاجات بسيطه كده، فانكشنز بسيطه على الست اللي يعني مستخدمه كتير. ماشي نكمل. عندنا بقى جزء تاني من الست، ازاي نضيف عناصر وازاي بقيه الحاجات. ماشي، اول حاجه انسرت. تمام، بيضيف لنا عنصر في لوج ان. ماشي، لو احنا فاكرين كان في الفيكتور، اعمل مقارنه بسيطه بس بين السيت والفيكتور، يكون ايه مثلا، لما احنا بنضيف عنصر للفيكتور بيتضاف في او اوف 1، لانه بيحط العنصر في اخر المكان في الميموري وخلاص. تمام، طبعا مش في كل حالات او اوف 1، بس مش مشكله، هو في الغالب انه بيكون او اوف 1 لما بنضيف عنصر للفيكتور. في السيت بقى، بما ان احنا قلنا ان هي في الميموري ما بتكونش بشكل متوالي، فان احنا نضيف عنصر جواها بيضيفه للتري. تمام، او للتري، بما ان الامبلمنتيشن بتاعها بيكون بيعتمد على الباينري سيرش تري، فالعنصر بياخد لوج ان عشان يضاف للست. تمام، ف st dot insert بتمكننا ان احنا نضيف عنصر ايه للست. ماشي، طبعا قلنا ان ده هيكلفنا لوج ان. نفس الموضوع st.erase وليكن مثلا 5، بيمسح العنصر في لوج ان. تمام، حد، طب ماشي، هو كده منطقي ان احنا لما بنضيف عنصر يكون بيضاف لوج ان. حد يعرف ليه لما بنعمل اريس يكون لوج ان؟ ده كان اتقال في كورس الداتا ستراكشر. تمام، لو حد يجاوب مثلا. يا شباب، مش هي باينة سيرش 3 هيأثر في 3؟ تمام بالظبط، لما نعمل اريس لعنصر هنشيله عادي على طول، بس احنا هنعمل اعاده ترتيب للتري بحيث انها تبقى مظبوطه بعد كده. فبرضه ده هيكلفنا ايه، لوج ان، لانه بيتشال من على الباينري سيرش 3 مش بيتشال بشكل مباشر. تمام، ده كان insert و erase. تمام، هننتقل للعنصر اللي بعده، للحاجة اللي بعدها، lower bound. تمام، lower bound قلناها إن هي بترجع لنا iterator لأول عنصر مساوي ال x. إزاي؟ لو عندنا مثلا set فيها مثلا 1 2 3 4 5 6، إحنا عملنا st c، هنعمل c out st dot lower bound. وأول حاجة دلوقتي سريعة بس بعد ما نعمل دي بس الأول، وليكن مثلا عايزين الأربعة. تمام، طبعا ده قلنا إنها بترجع إتريتور مش بترجع القيمة، فهنحط نجمة في الأول عشان نجيب القيمة. ماشي، لو طبعنا دلوقتي طبع لنا 5. تمام، عمل لور باوند، أقل قيمة بعد الأربعة كانت 5. لو حطينا 5 هيطبع لنا ايه؟ upper bound. تمام؟
ده نفس بالظبط نفس الطريقه اللي كان شغال بيها فانكشن اللور باوند والابر باوند اللي اتكلمنا عليهم في اول ايه الفيديو اول السيشن. ابر باوند برضو نفس الموضوع returns the first iterator the first element that will go after the element x in the set. يعني ايه؟ يعني اول عنصر لما هنيجي هيضاف لحظه هيرجع لنا iterator باول عنصر هيظهر بعد العنصر x ده. ازاي؟ لو احنا عملنا هنا upper bound upper bound وحطينا له 5 وطبعنا قيمه الليست قيمه الست او قيمه السؤال ده طبعا لنا 6 ماشي. فهو احنا عندنا الخمسه بالفعل فهو راح للعنصر اللي بعده ايه وطبعا لنا 6 تمام. فاللور باوند والابر باوند هنا في الست هي نفس اللي كانت لور باوند وابر باوند اللي استخدمناهم مع الفيكتور تمام. بس لو حد فاكر قلناش ان الفيكتور كنا بنعمل الاور باوند عليه بالشكل ده. تعال بس نعمل نفس الفيكتور بنفس القيم 5 6. احنا عشان نعمل upper bound او lower bound على الفيكتور ما كناش بنعمل a او اسم الفيكتور دوت lower bound لان الفانكشن مش موجود تمام. احنا كنا بنعمله باستخدام الفانكشن هو ده تمام. يعني احنا بننادي الفانكشن اللي موجود بالفعل في اللايبراري اللي هو lower bound. اما لو احنا خدنا بالنا من هنا ان احنا بننادي الست بتاعتنا جواها الفانكشن ده تمام. ايه الفكره؟ اللور باوند ده يقدر يشتغل مع اي كونتينر لينير تمام. فاحنا نمرر له الكونتينر اللي احنا عايزينه ونقدر نبحث جواه بالقيمه اللي احنا عايزينها تمام. او بنمرر له يعني مكان الميموري في الاول وفي النهايه بعدين بنبحث جواه بالقيمه اللي احنا عايزينها. ده اللور باوند ده عشان كل الكونتينرز اللينير او كل الكونتينرز اللي العناصر فيها في الميموري ورا بعضها الفانكشن ده يشتغل معاها تمام. وهيرجع لنا الاجابه في لوج ان تمام. باينري سيرش عادي. بس لو احنا عملنا الفانكشن ده مع الست ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنا ان هو هيحاول يعمل العناصر مش هيلاقيها مترتبه بشكل لينير فمش هيقدر يعمل باينري سيرش عليها فيعتبر هيرجعها لك في او اوف ان زي الطبيعي بالظبط. فانت ما استفدتش من انه بيستخدم الباينري سيرش عشان يشتغل تمام. فاللور باوند بتاع اللغه او الفانكشن الاساسي اللي بيشتغل مع كل الكونتينرز لو الكونتينر لينير هيشتغل بلوج ان عادي. لو حاجه زي الست مش هتعرف تعمل عليها كده فهيرجع لك القيمه في او اوف ان تمام. عشان كده عشان نحل المشكله دي الست عامله لنا الفانكشن الخاص بيها اللي بيستخدم الامبلمنتيشن الخاص بيها. فبس ناخد بالنا بس على طول يعني ايه ان احنا ما نناديش الفانكشن ونمرر له الست لا احنا ننادي الفانكشن من الست تمام. ده بالنسبه ايه للابر باوند واللور باوند. في حاجه مش واضحه يا شباب؟ تمام هنكمل ان شاء الله. اخر حاجه كاونت كاونت دوت اكس من يعني من معناها كده انه هيعد لنا عدد مرات ظهور العنصر اكس. بس احنا بالفعل عارفين ان الست جواها العناصر مش متكرره فيا العنصر موجود او مش موجود فيعتبر كاونت بنستخدمه. لو احنا مثلا قلنا له st.count 5 فرجع لنا واحد تمام. فكاونت يعتبر احنا بنستخدمه مع الست عشان نعرف العنصر موجود او لا مش مهم عدده يعني تمام. فاسمه كاونت. في سي بلس بلس 20 او الستاندرد بتاع 20 وازيد من كده ضافوا فانكشن جديد اسمه contains تمام. منطقي اكتر اسمه منطقي اكتر وبيأدي نفس الوظيفه ممكن اسرع شويه بس هل الست بتحتوي على خمسه او لا اسمه contains. فكاونت وcontains يعتبر نفس الحاجه. تقريبا ده مش هيشتغل عندي عشان عندي 17 ايوه هو مش متعرف بس لو انت سلمت على كود فورس هيشتغل عادي تمام. دي كانت بالنسبه للفانكشنز السته الاساسيه. اتكلمنا عن بيجين واند بيرجعوا اتريتور سايز وامتي وكلير اسمهم الحجم وبيشوف هل هي فاضيه ولا لا وكلير بيعمل لها ريموف لكل العناصر. بعد كده بنعمل انسيرت واريس في لوج ان ولور باوند ازاي بنستخدمه من جوه السيت مش بنستخدم اللور باوند العام وكاونت اكس كاونت اكس بيرجع لنا عدد هل العنصر موجود ولا لا. ماشي بعد كده هنتكلم عن الان اوردرد سيت.
الاوردرد الان اوردرد ست جواها معظم الفانكشن اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه تمام. فمش هنعيد الفانكشن مره ثانيه، احنا بس الفانكشنز مره ثانيه، احنا بس هنعمل مقارنه سريعه بس ايه المختلف. السنتكس بتاعتها بنكتب ان اوردرد ست والداتا تايب وست نيم تمام، نفس برضو الست بس بنغير اسمها بس ماشي. الست العناصر جواها مرتبه، في الان اوردرد ست العناصر غير مرتبه تمام. ليه؟ ده بيعتمد على الامبلمنتيشن بتاعها. الست زي ما قلنا بنستخدم باينري سيرش تريز، الان اوردرد ست بنستخدم هاش تيبلز. ده مش في التوبيك بتاعنا شويه دلوقتي طبعا، الامبلمنتيشن مالناش دخل بيها، احنا بس نعرف ازاي نستخدمها وكده. بس هنقول مثلا الهاش هيبقى عامل حاجه ازاي سريع على السريع. الهاشنج اعتبر ان هنا مثلا اعتبره مثلا بلاك بوكس او صندوق كده، بتدخل له قيمه بشكل معين وليكن مثلا سترينج عمر مثلا، وهو بيرجع لك قيمه رقميه مقابلها تمام. الهاش هو فانكشن بياخد قيمه بيرجع قيمه رقميه مقابلها وليكن مثلا 8 تمام. فلو دخلت له عمر هيرجع 8 تمام. فدي دي الطريقه اللي شغاله بيها الان اوردرد ست، ازاي ان هي العناصر بيتعمل لها هاش وبتتخزن في شكل اري او تيبل بقيمه الهاش دي. يعني مثلا لو انا ضفت لها عنصر وليكن مثلا لعبه مثلا توي، وقلت له هل هو موجود او لا، فهو هيروح يشوف توي الهاش بتاع قيمه الهاش بتاعتها كام وليكن 19، فيروح يشوف عند الاندكس 19 هل هي موجوده او لا تمام. دي بس طريقه العمل بتاعتها بس على السريع، يعني دي الهاش تيبلز الهاشنج تيبلز ماشي. طبعا دي بما انها بتعتمد على الباينري سيرش تري فهتستخدم لوج ان، دي بما انها بتستخدم هاش تيبلز فهتستخدم او اوف 1 تمام. في حاجه اسمها الهاشنج كوليجنز. ازاي؟ لو مثلا عندنا الهاش فانكشن بتاعنا طبعا مش هيقدر يدينا قيمه مختلفه لكل الكلمات في الوجود، فهو بس ممكن كلمتين مثلا بوي وتوي يعطونا نفس الهاش فانكشن نفس الهاش، ساعتها هيبقى في كوليجن في الليست، كوليجن يعني تصادم تمام. فبوي وتوي هيكونوا لهم نفس المكان فالاثنين هيكونوا موجودين، بس لما يروح للمكان خمسة هيمشي بالترتيب يشوف تمام. ففي مشكلة كبيرة ممكن، يعني لو انتوا بتدخلوا على راوندات على كود فورسز يحصل ايه؟ انت استخدمت هاش فانكشن تمام، والانبوت بتاعك بيحتوي ارقام تمام، انت بتستخدم هاش فانكشن عشان تخزن ارقام تمام. ف هو بياخد الرقم ويعمل له هاش لرقم تاني برضه تمام. الفكره في ايه بقى؟ ان احنا ان في ناس ممكن تدخل لك انبوت بشكل معين يخلي كل الارقام اللي تدخل للبرنامج يجي لها نفس الهاش تمام. يعني بيشوف مثلا اللغه بتاعتك بتعمل هاش ازاي ويعمل حاجه ضدها بحيث ان كلهم يطلعوا نفس الهاش. ده بيسبب في ايه؟ بيسبب ان كل ارقام تتحط في نفس الهاش في نفس المكان. فطبعا زي ما قلت لك هو بيروح على المكان بتاعه، بقول لكم مثلا 1 2 3 4 دي التيبل بتاعتنا تمام، وكل عنصر بيتضاف مثلا عند 5، كل عنصر قاعد بيتضاف عند 5، فهو بيروح عند العنصر 5 من الهاش، بعدين بيمشي بالترتيب عليهم او اوف ان عشان يوصل للعنصر بتاعه تمام. فلما كل العناصر تتحط ليها هاش واحد، فبدل ما يشتغل في اوف 1 يشتغل في اوف ان فيجي لك تايم ليميت تمام. فدي حاجه بس ايه يعني على السريع كده، ليه الان اوردر ست مش لازم تكون احسن حاجه يعني تمام. حاجه ثانيه في الست، احنا ممكن نمسح اكتر من عنصر في نفس الوقت عن طريق ان احنا نمرر لها العنصر الايتريتور لاول عنصر واخر عنصر عايزين نمسحه في يعني رينج معين تمام. هنا بنمسح بس عنصر بالايتريتور بتاعه، يعني عنصر بعنصر مش نقدر نمسح رينج كامل تمام. ده بنفرق بين الست والان اوردرد ست. في حاجه مش واضحه هنا في الان اوردرد ست، ماشي. هنا احنا قلنا الست بتبقى مرتبه، هنا الست غير مرتبه ماشي. حاجه اضافيه بس هنتكلم عليها، لو انت مثلا حبيت تعمل ان اوردر ست مش اوكي اشتغل،
لو احنا عملنا ان اوردر سيت للانتجر، فالانتجر موجود الهاش بتاعه موجود في اللغه بشكل مباشر، تمام. بس لو احنا مثلا عندنا حاجه معينه احنا عملناها قبل كده استراكت مثلا، لو احنا كنا استخدمنا عن استراكت او كده، ساعتها هنضطر نكتب له الهاش الخاص بيه. اما في ال في ساعتها هنكتب له الهاش الخاص بيه، فهنكتبه بشكل يدوي يعني بنعمل شكل كاستوم هاش. اما في الست بس مجرد ما تقدر تقارن عنصرين ببعض انت تقدر تحط العناصر في الست. ماشي، هنتكلم دلوقتي عن المالتي ست. المالتي ست الفرق بينه وبين الست حاجه بس خالص، من اسمها يعتبر مالتي ست، بنعرفها بنفس الطريقه. الفرق بينها وبين الست ان دي كل عناصر فيها يونيك، هنا مالتيبل اليمنتس كان هاف ذا سيم فاليو، ممكن يكون كذا عنصر ليهم نفس القيمه، تمام. ده الفرق بين الاي ست والمالتي ست او الفرق العام يعني، تمام. هنا دي كاونت اكس بتعرفنا العنصر موجود ولا لا. في المالتي ست كاونت اكس بترجع لنا عدد مرات وجوده بقى، تمام. فلو احنا عملنا مالتي ست كده، حطينا واحد واحد واحد، قال لنا ان عدد مرات ظهوره كانت 3، تمام. في حين لو دي كانت ست عاديه هيقول لنا، لحظه بس تشيل دي، في حاله ان دي كانت ست عاديه هيقول لنا ان الاجابه ايه، واحد، تمام. ساعتها يعني ان هو بس العنصر موجود او لا. ماشي، نكمل. ده كان الفرق بين السيت والمالتي سيت. كده احنا خلصنا الجزء الاول من السيشن اللي بنتكلم فيه عن السيت والان اوردر سيت والمالتي سيت. هنحل بقى مسالتين على السريع، يا ريت لو حد يعني حابب يتكلم يعني يحل المسائل معايا، مسائل ظريفه يعني بتطبق على الفكره بشكل مباشر، مش مفيش فيها افكار كتيره برضه. هو اللينك مش عايز يفتح. تمام. حد يحل المسألة معايا ولا ايه؟ يا شباب حد يحب يحل المسألة معايا؟ بسيط يعني. ها؟ تمام. ماشي هحلها انا. عندنا دلوقتي بيقول لك انت معطيك ان من الارقام، بيقول لك احسب مرات ظهور لو العنصر اي اي، العنصر اللي هو الرقم اي اي، هل اي اي بلس واحد موجود ولا لا؟ تمام. ازاي؟ وليكن مثلا عندنا اول مثال قال لنا يدينا ثلاث ارقام، فعندنا اول رقم اربعه، فبيقول لك هل خمسة موجود ولا لا؟ فهو خمسة موجود. بعد كده أربعة، هل خمسة موجود ولا لا؟ أه موجود. خمسة، هل ستة موجود ولا لا؟ لا مش موجود. فساعتها الأوت بوت هيطلع اتنين اللي هي الأربعة والأربعة. تمام؟ هنا برضو نفس الكلام، لو العنصر الأول موجود اللي هو الواحد، هل اتنين موجود؟ أه موجود، فالإجابة هتكون زيادة واحد. اتنين، هل تلاتة موجود؟ الإجابة أه تلاتة فعلا موجود. فهيبقى 2 3 ف 3 هتقول لنا ان مفيش، لان مفيش 4 موجود. تمام. فالبروبلم بسيطه جدا، حد عنده فكره ازاي نحلها باستخدام الحاجات احنا خدناها النهارده؟ ها تمام. نستخدم المالتي سيت. ازاي نضيف العناصر وبعدين نعمل لوب نشوف كل عنصر هل موجود الأكبر من واحد ولا لأ؟ تمام حلو. هل لازم نستخدم مالتي سيت ولا ممكن سيت بس؟ لأ مالتي سيت عشان العناصر المتكررة نشوفها. تمام تمام تعال نبدأ نحلها ونشوف.
ماشي. اول حاجه هناخد الانبوت، بعد كده ناخد العناصر وليكن مثلا نخزنهم في اول في فيكتور، ماشي مش مشكله. ماشي، انت دلوقتي بتقول نستخدم مالتي سيت. ماشي خلاص، تعال نعمل مالتي سيت. مالتي سيت خليها تاخد انتجر انتجر ونضيف لها ايه العناصر. ف ممكن نعملها في الاول وين ده اسم بس او ماشي. ماشي كده احنا بنضيف للسيت بتاعتنا العنصر اي اي، تمام، بعد ما نخزنه في الفيكتور. بعد كده نعمل ايه؟ نعمل لوب نشوف هو العنصر الاكبر منه بواحد موجود ولا لا. تمام ماشي، ممكن ناخد دي كده. ماشي هنلوب على عناصر الفيكتور بتاعنا، قصدك لو نلوب على عناصر كده اف اس تي دوت كاونت ان هو نشوف العنصر موجود او لا. العنصر اي اي زائد واحد، هنزود العنصر بتاعنا بمقدار واحد. تمام ماشي. في غلط تمام. ماشي حلك بالمالتي سيت فعلا صح، تمام، بس هل كنا محتاجين نعمل مالتي سيت؟ لان احنا بنستخدم عناصر مكرر. ماشي ما هو بص، هو المالتي سيت احنا استفدنا بيها ان احنا نعرف هل العنصر الموجود منه زائد واحد او لا، تمام، بس بالفعل العناصر هنسيبها متكرره في الفيكتور بتاعنا، فهي تبقى يعني عند العناصر المتكرره مش مهم الخمسه الخمسه موجوده كام مره، المهم ان في عنصر الخمسه ده، تمام فاهمني. فلو احنا برضو استخدمنا الست المفروض تعمل نفس النتيجه. ليه؟ لان الاربعه الخمسه موجوده مره او كذا مره، المهم ان اي اي بلس 1 موجود. تمام تمام شو. ماشي الحل سواء مالتي سيت او سيت فهو الحل صح فعلا للمساله دي. ماشي استفدنا كده بالسيت ايه؟ ان احنا عملنا الكود بتاعنا تم كومبلكسيتي بتاعت الكود ده ايه؟ او اوف ان لوج ان. ماشي لان احنا عملنا بنستخدم الست عشان نعمل انسرت ده بيكلفنا لوج ان، وعشان نعمل كاونت برضو لوج ان. تمام ان لوج لوج ان تمام، واحنا بنلوب على العناصر كلها فده ان، فيبقى ايه اون ان لوج ان. ماشي ايه بالنسبه للحل للسؤال ده؟ تعال نسلمه. تمام اكسبتد. اللي احنا عملناه على السريع ضفنا عناصر في فيكتور عادي
وضفنا كل العناصر في الفيكتور، وبرضو ضفناها للايه للست بتاعتنا. تمام، بعد كده رحنا على كل عنصر، لو العنصر AI بلس 1 موجود ساعتها بنزود الإجابة بمقدار واحد. ده حل N log N. ماشي، هل ممكن نحل المسألة دي في N squared؟ تمام، هل ينفع؟ ينفع. هنعمل كده ازاي؟ ان احنا بدل ما نستفيد ان الست بتعرفنا هل العنصر موجود او لا في log N، ممكن نستخدم الفيكتور ونمشي على عناصر الفيكتور مرة تانية. ازاي؟ نعمل كده. بدل ما نعمل لوب واحدة هنعمل اتنين لوب من n j بلس بلس. بنشوف لو العنصر ai بلس واحد ساوى العنصر aj، بعد بنعمل answer بلس بلس ونبريك من اللوب دي ومن اللوب اللي فوق. تمام، بس طبعا ده ينفع في المساله دي عشان الانبوت 10 اس 3، فعادي ممكن نحل حل تربيع، بس في اغلب الحلول مش هينفع. فايه؟ فانك تحلها بست يكون احسن. لايه؟ انه لوج ان اسرع شويه، هو اسرع بحبه حلوين. ماشي، ده كان بالنسبه للمساله الاولى. تعالوا نروح نحل المساله الثانيه. ماشي، دي قصة على السريع كده مش مهم. بيقول لنا احنا معانا N people، اسامي ناس، احنا عايزين نقول لكل شخص هل هو ذكر قبل كده ولا لا. تمام، فمثلا عندنا وليكن N من الارقام، N من الاسماء، اسم الاول، الاسم الثاني، الاسم الثالث، هل هم اتذكروا قبل كده؟ لا ما اتذكروش. الاسم الرابع هل هو اتذكر قبل كده؟ لا ما اتذكرش. جه عند الاسم ده، هو بالفعل اتذكر قبل كده. تمام، فساعتها بنطبع ايه؟ نو 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 مقابل لو الاسم ما اتذكرش قبل كده، لو اتذكر قبل كده بنطبع ايه؟ يس. yes. ماشي، اعتقد المساله بسيطه. حد يحلها معايا؟ او حد حلها انه يحلها بايه يا شباب؟ ها، تمام. مش عارف ليه مش عايزين تحلوا معايا او تتكلموا يعني. تمام، بس هي المساله بسيطه يعني. ف اول حاجه هنبدا بيها ان احنا ناخد عدد الارقام، عدد الناس، ناخد الانبوت و ان ماينس ماينس. ماشي كده، احنا هنعمل لوب على ايه؟ على الاسامي اللي هتجيلنا كلها. ماشي، هنعمل كده ازاي؟ احنا دلوقتي هنقول ان احنا نحط كل الاسامي اللي بتقابلنا في ست. ماشي، ولو ظهرت مره قبل كده، لو كانت موجود، لو العنصر جالنا لو هو في الست هنعمل له ايه؟ هنطبع يس. لو هو مش في الست هنضيفه للست ونطبع نو. تمام، اعتقد دي الحل بسيط يعني. فنعمل ست من نوع string. تمام، سميها ست، ونعمل مثلا string تاني نخزن فيه ناخد بيه الانبوت. فهنعمل كده cntemp. ماشي، اول حاجه هنشوف لو كان العنصر موجود قبل كده او لا. فهنقول ايه؟ if st.count temp، هل العنصر موجود قبل كده؟ هنطبع cout yes، else cout no. ماشي كده، دلوقتي بنشوف لو العنصر موجود جوه set او لا، بنطبع yes او no. تمام، ده كان الجزء الاول. ماشي، احنا دلوقتي عايزين نضيف العنصر اللي قابلناه بقى، فهنقول ايه؟ set dot insert temp. دلوقتي تمام، عدى في الاثنين كيسز. ايه اللي حصل؟ احنا بالفعل احنا بالاول اخذنا الانبوت، بعدين قارناه هل هو موجود قبل كده ولا لا. تمام، الست دي بنخزن فيها اللي شفناهم قبل كده، فلو موجود قبل كده بنطبع يس، لو مش موجود قبل كده بنطبع نو. بعد كده بعد ما نخلص مقارنه بنعمل ايه؟ انسرت. تمام، ممكن نعمل الانسرت هنا يعني، اللي هو لو ما لقيناهوش نعمل له انسرت وخلاص.
مش لازم نسيبها مش لازم نعمل انسيرت اكتر من مره، كده كده ما بيحتفظش غير بقيمه واحده فيهم. فلو احنا قابلناه هيطبع يس، لو ما قابلناهوش هنضيفه بعد كده نطبع نو، والمرات الجايه طبعا يس. نسلم الحل ده. تمام، جاب اكسبتد. بس في حاجه لحد دلوقتي مش واضحه يا شباب؟ احنا كده دلوقتي خلصنا اعتبر الست، جزء الست. ننتقل سريعا للماب ولا ناخد راحه؟ احنا كده بقى لنا حوالي 50 دقيقه. ماشي، ممكن نكمل الماب دلوقتي وناخد راحه بعدها قبل ما نحل اخر سؤال، ولا ناخد راحه؟ تمام ماشي خلاص. انتوا مش عارف تقولوا لايك، فتقريبا لايك للراحه. فماشي شباب، ان شاء الله بالظبط 9 و10 و5 دقايق نرجع تاني ان شاء الله، هنكمل على الماب والان اوردرد ماب، وهنحل مساله ظريفه كده، يعني مساله ظريفه مجمعه افكار كتير قوي، تقييم عالي و تقييم عالي يعني، واستفادت من افكار كتيره اتكلمنا عليها النهارده، ومش اكتر من كده يعني، بس الافكار اللي اتكلمنا عليها النهارده هتعرف تحل بقى مساله زي دي. فاستنوا بس الجزء الثاني ان شاء الله 10 و5 دقايق هنكمل ان شاء الله. ابتدي اخرج
أهلا، السلام عليكم. تمام يا شباب، هنكمل دلوقتي الجزء التاني من السيشن. موجودين طيب ولا ايه؟ خالد حابب تقول حاجة؟ موجودين شباب، حد يأكد لي؟ تمام ماشي، بسم الله. هنبدأ الجزء الثاني، هنتكلم دلوقتي عن الماب. دلوقتي هنتكلم عن الجزء الثاني اللي هو الماب. عندنا بس حاجتين بسيطين، الماب والان اوردرد ماب. ماشي، اول حاجة ايه هي الماب؟ associative containers that store elements in a mapped fashion. يعني ايه؟ ان هي بشكل ترابطي بتربط قيمة، بتربط العنصر بقيمة. تمام، كل عنصر each element has a key value and a mapped value. key value مفتاح، او يعني بيودينا للقيمة دي. تمام، والقيمة ذات نفسها. وعندنا برضو في الاخر ان مفيش مفتاح واحد، مفيش قيمة واحدة. No two mapped values can have the same key value. ماشي، ينفعش قيمتين يكون نفس الكي ليهم نفس الكي. تمام، كل كي بيمرر لنا ايه؟ بيرجع لنا قيمة واحدة. ماشي، الماب بنعطيها ايه؟ كي تايب، نوع الداتا تايب اللي هيكون هو المفتاح او يكون العنصر اللي بنجيب منه القيمة. والفاليو تايب بيرجع لنا نوع القيمة ذات نفسها. واسم الماب. ماشي، مثال بنعمل مثلا ماب سترينج الانتجر اسمها ماب ام بي. ماشي، ده معنى ايه؟ ان احنا بنعطيها مثلا كلمة توي تعطينا 5. تمام، وكار هتدينا 3، فكده احنا خلينا الكي هو كار والقيمة بتاعته 3. تمام، دي طريقة انسيرت للماب. الطريقة التانية لحظة بس هقولكوا عليها اهو. مؤشر. ماشي، لما نطبع دلوقتي العنصر اللي في الماب قيمته توي او المفتاح بتاعه توي بيرجع لنا 5. تمام، تمام. وليكن مثلا احنا عملنا هنا ربطنا ترين بقيمه 7، فلما بنعطيها ترين بيعطينا 7. ممكن نعمل العكس، نخلي الكي نوعه انتجر والفاليو نوع سترينج، فلما نعطي له 7 يعطينا ترين. تمام، دي الطريقه العاديه ان احنا نضيف عنصر للماب. ممكن برضو ان احنا نضيف بير بالكي والفاليو. تمام، لو احنا فاكرين البيرز بتبقى قيمتين، بير بيبقى قيمتين وبنعطي له القيمتين. بس نتكلم شويه عن الماب اكتر. ف دلوقتي ممكن نعمل ملف جديد مثلا، او نفس الملف اللي فات، نتكلم عن الماب. ماشي، فلو احنا عملنا دلوقتي ماب ماب وبنعطيها كي وفاليو، فهتاخد قيمة رقمية نصية وترجع لنا قيمة رقمية. تمام، ونسميها ماب. ماشي، خلينا مثلا وليكن مثلا برايس هنعطيها قيمة العنصر او العنصر اسم العنصر، ونعطيه له سعر، فهيبقى برايس اوف. نعطيها بقى السترينج ده اللي هو العنصر الاولاني او الكي. مثلا برايس للترين هيبقى 6 مثلا. ماشي، وبرايس لأي حاجة تانية مثلا التوي هيبقى 3. ساعتها هيبقى عشان نقدر نوصل لقيمة الترين، عشان نقدر نوصل لسعره بنمرر اسمه بس، فبنقول برايس اوف ترين هيعطينا كده. فلو احنا عملنا العكس بقى، ان احنا دلوقتي احنا بنعمل اساين للقيمة. لو احنا بقى عايزين نسترجع القيمة هنعملها بالشكل ده وبس. طبعا دلوقتي خلوها طول شوية. ماشي، طبعا انا 6. تمام، ده ان احنا بنمرر الكي وبنحط له قيمة. ماشي،
عناصر جوه الماب بتبقى متخزنه على شكل بيرز، تمام؟ يعني لو احنا فاكرين عشان نخزن القيمتين بنستخدم حاجه اسمها بير، يكون انت انت و وليكن اسم البير ايه، ماشي؟ البير ده ممكن يخزن فيه قيمتين، القيمه فيرست والقيمه سكند. لو احنا فاكرين البيرز شغاله ازاي كنا اتكلمنا عليهم قبل كده، فاي دوت فيرست يساوي 5 مثلا، واي دوت سكند يساوي 7. فاحنا دلوقتي خزننا في قيمه ايه في المتغير ايه قيمتين 5 و7، تمام؟ باستخدام فيرست وسكند، ماشي؟ او ممكن احنا نعملها بالشكل ده، نديله كده 5 و7، تمام؟ ونقدر نطبع برنت او سي اوت، استخدمت صيغه بايثون، ماشي؟ نقدر نرجع القيمه العنصر الاول باي دوت فيرست واي دوت سكند، تمام؟ ده كان بالنسبه للبيرز على السريع، ماشي؟ فايه فايده البيرز دلوقتي؟ ان بقول لك ان الماب العناصر جواها متخزنه على شكل بيرز، تمام؟ بس طبعا البير بيكون بنفس الكي والفاليو، فبير انت انت لا هيبقى بير سترينج فاليو، تمام؟ فطريقه غير شائعه مثلا او طريقه مش مستخدمه بكثره ان احنا نضيف عناصر للماب، ان احنا نكتب برايس دوت انسرت ونقول لها البير اللي احنا نعمله، فهيبقى بير من نوع سترينج وانت و هيكون مثلا بالشكل ده، نستخدم الديفولت عادي ونديله مثلا وليكن حاجه ثالثه مثلا كار ب 8 ب 8. دلوقتي تحت ممكن نستدعي الكار عن طريق ان احنا ضفناها بالشكل ده، يعني احنا عشان نضيف لها باستخدام انسرت بنستخدم بير في الاضافه، تمام؟ فرجعت من تمام. ده كان بالنسبه للماب، ماشي؟ الحاجات فيها بسيطه طبعا، مش هنعيد نفس الحاجات اللي كانت في الست، نفس الفانكشنز اللي في الست اغلبها بتطبق على الماب، يعني مثلا ماب دوت كلير، ماب دوت امتي وهكذا، اغلبهم بيطبقوا على الماب، فمش هنعيد على ذكرهم تاني. المهم بس عارفين ايه الفرق بينها وبين ايه الست، ان هي دي بنقدر نضيف بالشكل ده وانها بتربط مفتاح بقيمه كي فاليو، ماشي؟ الان اوردر الماب نفس، يعتبر نفس الان اوردر ست، برضه بنعرفها ان احنا نكتب ان اوردر ماب وكي وفاليو نفس الطريقه بتاعت الست، بس بنضيف كلمه ان اوردرد في البدايه، وبتضيف الماب العناصر جواها مرتبه. ازاي مرتبه؟ يعني الكيز هي المرتبه، العناصر هنا في الكي بيكون مرتب، تمام؟ فدلوقتي لو انا عملت لوب على العناصر فيرتبهم ابجديا، النصوص هتبقى مترتبه ابجديا، تمام؟ فلو فيها مثلا بي وسي واي، وقلت له اطبع لي وليكن مثلا برايس دوت بيجن، زي ما قلنا بترجع اتريتور لاول عنصر، تمام؟ ده اتريتور، تمام؟ فانا ممكن اجيب القيمه بتاعته كده، فانا عايز اجيب القيمه بتاعت اول عنصر واحوطها كلها كده واخد الفيرست، بان العناصر مترتبه على انها بتكون بيرز، فعشان لو انا معايا عنصر في الماب دي اقدر اجيبه بفيرست وسكند، فيرست بترجع لي الكي وسكند بترجع لي الفاليو. فلو احنا طبعاً دلوقتي الكي بتاع اول عنصر هيطبع لنا ايه، تمام؟ تمام. اللي احنا عملناه هنا ان احنا جبنا اتريتور لاول عنصر فيها، بعدين اخدنا قيمته، تمام؟ اخدنا قيمته وكل ده كده، احنا دلوقتي معانا بير في الفيرست والسكند بتوع اول عنصر في الماب دي، فاخدنا كل ده جبنا منه الفيرست، تمام؟ ممكن نعملها بشكل مختلف، ممكن تشوفوا حاجه زي كده قبل كده، اللي هو مثلا نعمل كده العلامه دي، لما نعمل علامه سهم كده، دي اللي هي اكبر من وداش بس عندي بيربطها مع بعضها كده، ده بيعمل ايه؟ بما ان ده بوينتر فهو بياخد قيمه من البوينتر ده، تمام؟ فبدل ما انك تفك تاخد القيمه بتاعته بعدين تخلي دوت فيرست، تعمل كده على طول، تعمل نفس الحاجه، تمام؟ تمام. معلش بس حاجه على السريع كنت نسيت اقولها، كنت حاططها هنا، احنا ممكن نروب على العناصر بتاعه الماب بالشكل ده ازاي؟
الطريقه الستاندرد ان احنا نعمل طبعا ده بير اوف سترينج اوف انت واسم العنصر تمام. فبدل ما نعمل كل ده ممكن نعمل اوتو وهو يعرفه بشكل تلقائي تمام. بعدين اكس والماب بتاعتنا هنا الماب اسمها برايس كده كده احنا عملنا هنلوب على العناصر بتاعتها تمام. وبما اني قلت لكم ان العناصر جوه الماب متخزنه على شكل بيرز فهنطبع دوت فيرست و اكس اكس دوت سكند تمام. فلو شغلنا البرنامج دلوقتي طبعا لنا عناصر بالترتيب ماشي. في طريقه احسن ان احنا او يعني طريقه احدث شويه ان احنا ناخد العناصر بشكل اظرف. بنعمل كده ونسمي الكي بتاعنا وليكن مثلا نحط في متغير اسمه كي ومتغير اسمه فال. فساعتها بدل ما نستخدم كي دوت فيرست واكس دوت فيرست واكس دوت سكند ممكن نستخدم كي وفال على طول وانت بتلوب على ايه على عناصر الماب تمام. طبعا ده يتطبق لاي مثلا فيكتور بيحتوي على بيرز هيبقى نفس الطريقه تشتغل بالطريقه دي اللي هو بتعمل علامه الاند واقواس مربعه والبرايس تمام. ده كان بالنسبه لايه انك ازاي تعمل لوب على عناصر الماب ماشي. قلنا هنا بتكون مرتبه فرق بين الماب والان اوردرد ماب. الماب بتكون مرتبه الان اوردرد ماب بتكون غير مرتبه من اسمها. دي بتستخدم باينري سيرش تريز نفس الست ودي بتستخدم هاش تيبلز برضه نفس الان اوردرد ست. هنا العمليات البيسك فيها بتكون لوج ان هنا العمليات بتكون او اوف 1 تمام. طبعا بنفس الفكره بتاعت الست لو كان في اكتر من حاجه بتاخد نفس الهاش هتبقى فيها مشكله تمام. فدي اسرع عموما بس يبقى فيها مشاكل دي دايما شغال يعني دي ريلايبل اكتر ممكن نعتمد عليها اكتر ماشي. مساله بسيطه على الماب عايز افتح لينك تمام. في بس في حد عنده سؤال شباب بالنسبه للي فات ده قبل ما انتقل لحل المساله؟ طب حد حابب يحل المساله دي؟ مساله بسيطه نوعا ما بنطبق فكره الماب بشكل بسيط. ها تمام. هحلها انا ماشي ولو حد عنده سؤال يا ريت يقول احنا مفتوح احنا شغالين يعني. ماشي بيقول لنا ان احنا عندنا ايميل سيرفيس خدمه ايميل بتوفر ايه لو شخص جديد مسجل بيطبع لنا اسمه يعني مثلا بيضيفه للسيستم تمام. بدل ما اقرا الكلام ده كله لو عندنا مثلا ده سجل لاول لو اول مره بيطبع اوكي تمام. لو ده سجل اول مره بيطبع اوكي. لو حد سجل كمان بنفس باسم موجود في السيستم بالفعل فبيدي له اسم جديد اللي هو اسمه وعدد وترتيبه تمام والترتيب بتاعه. فده مثلا كان هو اي بي اي سي اي بي اي صفر فهو بيطبع اوكي لو كان اول مره. لو حد جاب اسم بعد كده بيطبع له ايه واحد اتنين تلاتة تمام. هشرح الفكره تاني جوه الفيس كود. وليكن مثلا لو انا عملت مثلا حساب حد عمل حساب باسم عمر فاول مره يطلع اوكي. تاني مره هيقول ان اليوزر نيم بتاعك اسمه عمر واحد. تالت مره هيطبع اليوزر نيم بتاعك عمر اتنين وعمر تلاته وهكذا تمام. فالفكره بسيطه وطبعا بقينا احنا لقينا ان بس ده مجرد الرقم بتاعك فممكن على طول يجي في بالك ان احنا نستخدم ماب تمام. فتعالوا نستخدم ماب على السريع في احنا نحل المساله دي ماشي. اول حاجه هناخد ان عددهم وهنعمل ماب مكون من سترينج وانت اللي هو الاسم وعدد مرات ظهوره ماشي. نسميها ماب ام بي لوب على العناصر يعني مثلا متغير بس ناخد فيه
الانبوت. ماشي كده. دلوقتي احنا بيجي لنا اسم جديد خزناه في اسم تيمب ده، او خليها نيم مثلا، عملنا سي ان نيم. ماشي، لو الاسم موجود قبل كده مش موجود قبل كده نبقى اوكي. فهنعمل كده ازاي؟ برضو بنفس الفانكشنز اللي اتكلمنا عليها في الاول، اللي هو اف ام بي اف اف ام بي دوت كاونت نيم. تمام، هل نيم ده موجود ولا لا؟ لو مش موجود يعني لا يساوي صفر، ساعتها يطبع ايه؟ اوكي. غير كده بقى، لو كان موجود، لو كان موجود في الماب بتاعتنا هنعمل ايه؟ هنطبع الاسم اللي جالنا وعدد مرات ظهوره. اول حاجه احنا هنخزن فيها ايه؟ هنخزن كده ام بي، وليكن مثلا الاسم نيم يساوي صفر، فكده عدد مرات ظهور نيم كانت صفر اول مره. المره اللي بعدها بدل ما نغير قيمه هنقول زائد يساوي واحد، هنزودها بمقدار واحد المرة الأولى، المرة الثانية هنزودها بمقدار واحد برضه، المرة الثالثة هنزودها بمقدار واحد، وهكذا، كل مرة نفضل نزودها بمقدار واحد. تمام، فالوقتي عشان نستدعي بقى قيمة عدد مرات الظهور هنكتب ام بي لها النيم، وبعد كده ننزل سطر جديد. تمام، فلو ما ظهرش ولا مرة أو مش موجود عندنا في الماب هنضع أوكي. لو ظهر بقى، لو هو موجود في الماب بالفعل، فهنجيب القيمه من الماب اللي هي ماب نيم عدد مرات الظهور قبل كده، وهنطبع نيم ده. تمام كده احنا بنطبع، بس دلوقتي عايزين كل مره نزود الاسم بمقدار واحد. هنعمل كده ازاي؟ هنقول ام بي اوف نيم، النيم ده زي بلس بلس. تمام، فاول مره يكون صفر، ثاني مره يكون واحد، ثالث مره يكون ايه؟ ثلاثه اثنين، وهكذا مع الاسم اللي ضفناه. تمام، فما بوف نيم هتزيد بمقدار واحد. فاحنا عملنا ران اول، لو عملنا ران اول اول حاجه طبعا لنا اوكي، تاني مره طبعا فيرست واحد، بعد كده اوكي، وبعد كده سكند واحد، ثيرد واحد. تمام، فالفكره بسيطه، فكره المساله دي بسيطه نوعا ما. كل احنا عملناه كان تطبيق مباشر على الماب، لو ما ظهرش قبل كده اوكي، لو ظهر قبل كده نطبع اسمه جنبه واحد. تمام، جنبه رقم واحد او عدد مرات ظهوره قبل كده. تمام، وكل مره بنزود عدد مرات الظهور وبنطبعها لو الاسم كان موجود. فهل في حاجه في الكود ده مش واضحه يا شباب؟ شباب لو حاجه مش واضحه عرفوني. دلوقتي ممكن نسأل مسألة. تمام. كده شباب أي حاجة في اللي فات مش واضحة، عشان ندخل على دلوقتي على مسألة أخيرة كده، فلو في حاجة مش واضحة عرفوني من دلوقتي. تمام ماشي. المساله اللي جايه دي اكسترا بروبلم، مش معتمد على الماب ولا الست، يعني ممكن معتمد على الست ماشي، بس يعني على اللي احنا اخدناه النهارده عموما. تمام، تطبيق مباشر على اللي احنا اخدناه النهارده، مش مباشر، التطبيق على اللي احنا اخدناه النهارده بس، مش بيتطلب منك اي معرفه مسبقه غير اللي احنا اخدناه النهارده يعني. تمام، او مش بيتطلب معرفه كتير. فبس عايز اقول لكم حاجه، ان حل المسائل دي احنا دلوقتي اللي بنشرحه في السيشنز بيكون بيزك خالص. ليه؟ لان المعرفه ان احنا نعرف حاجات جديده مش هي الاهم، الاهم ان احنا نحل مسائل كتير بحيث ان نقدر نفك المسائل الكبيره بشكل ابسط ونعرف نوصل لحلها يعني. تمام، فالمساله بتاعت النهارده دي المفروض يعني كل حاجه في الحل بتاعها عارفينها. تمام، بس مش هنقدر نوصلها بسرعه غير لما ايه؟ غير لما نحل كتير يعني. تمام، تيجي مع حل كتير. المساله دي كانت في ديب 4، كانت مساله اف، تعتبر مساله في المتقدمه في المساله في المستوى، والتقييم بتاعها 1500. ماشي، لو حد حابب يحل معايا على السريع احنا هنقسمها لاجزاء كتيره
بس لو حد حابب يحل معايا سريع يا ريت يشارك. هنتناقش بس في الحل بتاع المسألة. تمام؟ تمام. النص بتاع المسألة حرفين ثلاث سطور. معانا ماشي، بسم الله هنبدأ المسألة. بسم الله. ماشي. نص المسألة ثلاث حروف. أول حاجة بيقول لك إن إحنا مدينا الأرقام الري يعني من واحد لين، وعندنا مطلوب مننا كيو من التعديلات. تمام؟ أبديتس أو كويريز. من نوعين. لو كانت الكيو واحد إلا آر، عايز من لو قال لنا من واحد ل ال ار، فعايز من كل من ال لحد ار في الليسته بتاعتنا او في الاري بتاعتنا نستبدل الرقم بمجموع الارقام بتاعته. هقول كده دلوقتي يعني ايه. 2 اكس اطبع القيمه بتاعت العنصر ax. تمام. هشرح بس الاول المساله بتقول ايه اكتر. تعالوا نشرح الارقام. ماشي، تعالوا نشرح الارقام دي، او تعالوا ناخد المساله كلها عندنا. المساله بصراحه يعني تعليميه قوي وفيها افكار كتير حلوه، ف يعني يا ريت تركز معايا فيها او كده. بصراحه استفدت من المساله دي كتير يعني، وخصوصا بتستخدم اكتر من توبيك. يعني هنحلها النهارده باستخدام الست، هقول لكم ازاي دلوقتي، وممكن نستخدمها في حاجات بعدين. ممكن نجيب سكرها تاني مثلا في ليفل 2، في مواضيع بتاعت ليفل 2 زي السيجمنت 3. ماشي، بس المساله دي يعتبر ممكن نحلها بالست، يعني اللي هو الحاجات اللي احنا عارفينها بس كلنا بشكل بسيط. ماشي، اول حاجه قال لنا ايه؟ انه هيديك ان وكيو. لو الشاشه اللي على اليمين دي مش واضحه شويه عرفوني يعني، او ممكن اكبر الخط. ممكن اكبر الخط بحيث يكون واضح. ماشي، اول حاجه يدينا ان وكيو. ان هي عدد الارقام، وكيو هي عدد العمليات اللي هنعملها على الارقام دي. والعمليات نوعين، اول حاجه الارقام ادالنا، بعد كده العمليات نوعين. لو نوعها واحد فعايز من ال لحد ار، يعني من 2 ل 3. طبعا دي 1 اندكس، 1 اندكس، فواحد من 2 لحد 3 الرقمين دول هيطبق عليهم العمليه. لو كان العمليه 2 ساعتها بس عايز الاندكس اللي هيديه لنا ده نرجع قيمته. ماشي، العمليه هي ايه؟ العمليه هي كالتالي، احنا قلنا من 2 ل 3 هنحدث الارقام من 2 ل 3. فمثلا عندنا الري دي نحدثها ازاي؟ قال لك ان احنا عايزين من 2 ل 3 نغير قيمته. فاحنا هنمشي على اول واحد اللي هو 420. عمليه التحديث بتقول ايه؟ قال لك ان 420 هتجمع الديجيتس اللي جواه. ف 4 زائد 2 زائد 0 بكام؟ ب 6. تمام؟ فهنشيل 420، ده اول مره احصل. نشيل 420 ونخليها 6. تمام؟ تاني رقم عندنا 69. هنجمع الديجيتس اللي جواه اللي هي 6 و9، 6 و9 ب 15. تمام؟ فعايز شكل الاري يكون بالشكل ده بعد ما نطبق العمليه من 1 ل 2، 1 2 ل 3. تمام. دي كانت اول مره. بعد كده قال لنا هات قيمه العنصر رقم 2 اللي هو عندنا ب 6. بعد كده قال لنا هات قيمه العنصر رقم 3 اللي هو ب 15. مظبوط. هات قيمه العنصر رقم 4 اللي هو زي ما غيرناهوش قبل كده 1434 1434، فهنرجع له القيمه زي ما هو. تمام. بعد كده قال لنا تحديث ثاني من 1 من 2 ل 5. تمام، 1 هو نوع العمليه، ومن 2 ل 5 العمليه اللي هنطبقها. فدلوقتي على اللسته الجديده بتاعتنا الاري الجديده هنحدث كل عنصر. فالستة هنجمع الديجيتس بتاعتها، هي بالفعل 6. ماشي، ال 15 هنخليها 1 زائد 5 فتبقى 6. بعد كده ال 4 3 4 1 و 4 ب 5 و 3 و 4 7 يبقى دي ب 12. و 2023 هتبقى ب 7. تمام؟ كل اللي احنا عملناه ان احنا جمعنا الديجيتس بتاعت الرقم. تمام. تعالوا بقى نشوف الكونسيستنسات المساله ونحاول نحلها بالترتيب كده. ماشي، اول حاجه قال لنا ان عدد الارقام هيكون 2 10 اس 5 والكويريز هيكون 2 10 اس 5. الارقام لحد 10 اس 9. تمام كده، احنا عارفين ان كل رقم لحد 10 اس 9، فاكبر رقم هيكون معانا هيكون ممكن بص كده
ده اكبر رقم هيكون في الارقام اللي هو مديها لنا كده. ممكن بس اعمل دي كده مش بيعمل كده ماشي. هي بحاول تسع اصفار تمام ماشي. فدي الكونستنت بتاعت المساله. حد عنده فكره ازاي نحل المساله دي او حد يحاول يقول اي تفصيص للمساله او نجزاها لمشاكل ابسط؟ طب حد هل فكره المساله واضحه؟ يعني لحد دلوقتي الفكره بتاعت المساله واضحه؟ يا شباب تمام تمام ماشي بكده ماشي. المسألة واضحة إن شاء الله. لو مش واضحة حد حابب أعيد المسألة تاني يقولي ماشي. أول حاجة تعالوا نبسط المسألة لأبسط حاجة. إحنا عايزين نخلي 2023 تتحول ل 2 زائد 3 2 و2 و3 تتحول ل 7 تمام. فهنعمل كده ازاي؟ هنعمل فانكشن ياخد 2023 يرجع لنا 7. لو انتوا فاكرين الطريقه اللي نعمل كده بيها قولوها بس تعالوا نعملها على طول يعني على السريع ماشي. هنعمل فانكشن بيرجع لنا انتجر ويكون مثلا وليكن جيت واخد برضه ماشي. الفانكشن ده هتكون وظيفته ان هو هياخد الرقم وليكن 1 زي 1 2 3 هيرجع لنا 1 زائد 2 زائد 3 القيمه يعني تمام. فهنعمل كده ازاي؟ هنعمل فانكشن اللي هنرجعه. وانتوا فاكرين كان في سؤال في الشيتات اللي في الاول بيقول لك ازاي نحول الرقم لنص تمام او ازاي نحول النص الرقم. فهنعمله بالشكل ده. يعتبر طول ما عندنا رقم n هنعمل ايه؟ هنعمل عمليتين. هنجمع على ريت او الرقم اللي احنا هنرجعه في الاخر ده هنريترن ريت في الاخر ريترن ريت ماشي. طول ما احنا عندنا الان جواه ارقام لسه يعني مش ماهاش فاضيه هنزود على ريت هنزود ريت بمقدار ان مود 10. احنا عملنا ايه؟ ان مود 10 يعني مثلا لو عملنا الواحد واثنين وثلاثه عملنا لها مود 10 فهيرجع لنا الثلاثه تمام. لو احنا عملنا الدي مود 10 هتساوي 3 ماشي. بعد كده المره اللي بعدها هنقسم الان على 10 فكده اللي حصل ايه؟ لو 1 2 3 قسمناها على 10 هتبقى 1 2 بس تمام. فهيتخلص لنا من 3 تمام. وهكذا المره اللي بعدها هنطبع الاثنين بعد كده يقسمها على 10 بعد كده هيطبع الواحد هيجمع الواحد ويقسم 10 تمام. فالفانكشن ده بياخد الرقم ويطبع لنا. احنا بس دلوقتي عايزين نجرب من غير تيست كيسز ماشي. لو احنا قلنا له مثلا سي اوت لو قلنا له سي اوت جيت اوف رقم مثلا يكون 4 5 6 نشوف هيرجع لنا كام الرقم ده. دي مثلا ده اكس معلش او خليها ان هنا ماشي. هتلاقي ان الرقم طبعا لنا 15 4 زائد 5 زائد 6 بالفعل 15 تمام. فالفانكشن بتاعنا كده ايه بقى تمام بقى شغال تمام ماشي. خلاص كده دلوقتي احنا عملنا الفانكشن ده وتمام خلاص. نسيبنا من دلوقتي احنا عارفين دلوقتي ازاي لو احنا عندنا رقم ازاي نعمل له ابديت. هنستخدم بس الفانكشن ده وخلاص ماشي. نرجع بقى للمساله بتاعتنا كده احنا خلصنا من جزء اللي ابديت ماشي. احنا دلوقتي عايزين نعمل ابديت لرينج من واحد من ال لحد ار تمام. فلو احنا دلوقتي بيقول لنا ان نعتبر الحل بتاعنا ابسط حل هنعمل ايه؟ هناخد اول حاجه ان وكيو وهندخلهم عندنا بعد كده نعمل فيكتور يحتوي على الارقام بتاعتنا بعد كده هناخد كل القيم الفيكتور كل القيم اللي داخله لينا ماشي. بعد كده لكل كويري
في الكويريز دي. تعالوا نعملها بابسط بابسط شكل. فهنعمل فور انت وليكن مثلا اي حاجه اي يساوي صفر، اي اقل من كيو، اي بلس بلس. ماشي كده هيدخل لنا الكويري من نوعين. فتعالوا نعملها. النوع الاول مثلا يكون تايب سي ان تايب، هدخل لنا نوع الكويري. لو كانت الكويري واحد، فلو كانت اف تايب يساوي واحد لو من النوع الاول، فاحنا محتاجين رقمين اللي هما ال والار. ندخل ال وار. تمام. لو كانت من النوع الثاني ممكن ال اف. طيب يساوي 2 انت اكس و سي ان الاكس. كده اللي احنا عملنا دخلنا بس العناصر جوه الفيكتور بتاعنا، واخدنا لكل كويري اخدنا بس النوع التايب بتاعها. لو احتاجت ال ار بناخدهم لو كان من النوع الاول، اللي هو هنعمل ابديت من ال لحد ار. وتايب 2 هناخد الاكس ونطبع على طول قيمته، لان هو قال لنا ايه اطبع العنصر اللي عند الاكس ده. تمام. ايه اكس ناقص 1 ماينس 1 عشان ايه؟ عشان هو دي 1 اندكس يعني، فلو ماش 0 اند ماش 0 بيست. فدي مثلا بيقول 2، فاحنا عايزين العنصر الثاني اللي هو بواحد، الاندكس بتاعه واحد. تمام. فاحنا يعتبر خلصنا من الكويري رقم 2 اللي احنا بنجيب فيها قيمه العنصر. ماشي. عشان نعمل ابديت من ال لحد ار فهنقص بس الاثنين عشان برضو 0 بيست. وهنلوب فور مثلا نخلي دي جي مش لازم. اي هتبدا عند ال و اي هتنتهي عند ال ار واي بلس بلس. تمام. ال ار بلس 1 او مثلا ممكن نخلص من ناقص ار. كل مره في دول هنعمل ايه؟ هنقول له اعمل ابديت للعنصر الحالي. ازاي؟ احنا قلنا بالفعل معانا قيمه العنصر الجديد اي اي، يعني اللي هنغير العنصر اي اي قيمته هتبقى ايه؟ هتبقى جيت الفانكشن احنا عملناه اي اي. لو احنا شغلنا دلوقتي المساله في غلط. معلش هنا نطبع سطر جديد. تمام. احنا الكود ده تمام عمل اكسبتد للمساله، جاب المساله اسمه ايه قصدي يعني عد السامبلز. عمل ايه؟ ان هو عمل لوب من ال لحد ار حدثهم بالفانكشن اللي احنا عملناه، وكل مره لو كان الكويري رقم 2 طبع له قيمه عند الايه؟ عند العنصر اكس. تمام. ده كان بالنسبه ايه للفانكشن للكود. ماشي. طبعا لو سلمنا الكود ده هيجيب ايه؟ تايم ليميت اكسيدد. ليه؟ اول حاجه قال لنا ان الان 10 اس 5 2 في 10 اس 5. تمام. واحنا ال ال والار ممكن يكونوا من 1 لحد ان، فاعتبر في اسوء الحالات هيلوب على الاري كل مره من اولها لاخرها. فساعتها الكود بتاعنا ده او اوف ان سكوير. تمام. طبعا عند 10 اس 5 هيجيب تايم ليميت مش هيعدي. تمام. ممكن نسلم او مش مشكله، هو كده هيجيب تايم ليميت فعلا. ماشي. حد جات له فكره مثلا احنا ممكن ازاي نسرع هي المشكله كلها او عنق الزجاج كله بسبب العمليه دي؟ هل في طريقه ان احنا نعمل لوب من ال لار نحدث كل العناصر بسرعه؟ حد عنده اي فكره للموضوع ده؟ تمام. تعالوا طب بصوا هنرجع الاول تاني خالص. لأنا في الاول لما احنا كنا حاولنا نعمل 420 ونعمل له ابديت مره، ايه اللي حصل؟ 420 4 زائد 2 زائد 0 ب 6. لما نيجي نعمل لها ابديت مره ثانيه هتعمل كام؟ هتبقى بكام؟ 6 زائد 6 مفيش حاجه ثانيه، يبقى 6 بس. هتبقى 6 6. لو عملنا ابديت للستة او الرقم المكون من خانه واحده، عدد لا نهائي من المرات هيفضل نفس العدد ده. تمام؟ تمام. فالوقتي أول مرة بس احتاجنا 420 احتاجت مرة واحدة عشان توصل لستة. عن الرقم التاني اللي هو كان 69
اول مره احتاج تحول ل 15، ثاني مره تحول ل 6 وبس. اول ما يوصل لرقم اقل من 9 او اقل من 10 الخانه، يعني اول لما يبقى ديجيت واحد بس بيفضل ثابت لما لا نهايه. تمام حلو. فاحنا كده مش عايزين نحدث كل الارقام من الرينج كله، احنا عايزين بس نحدث الارقام اللي احنا اللي احنا عارفين انها هتتحدث او هتتغير. تمام، بس هل هيكفي؟ تعال نشوف. بقيت عندنا اكبر رقم دلوقتي الرقم من لحد 10 اس 9. 10 اس 9 يعني اكبر رقم نوصل عليه، يعني 1 0 0 0 0 كده 9 مرات. تمام، بس دي صفار كتيره، فلو احنا جمعنا الديجيتس بتاعتها تبقى قليله، فاحنا نعتبر نقص ده 1 9 9 9 9 9 9 ماشي 9 مرات. اي اكبر رقم ممكن نحصل عليه في دول؟ انا مش عارف دول 9 سنة ولا لا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ماشي تسعة. ده اكبر رقم ممكن يجينا. تمام، الرقم ده يحتاج كام عملية عشان يوصل لانه يفضل ثابت طول عمره؟ ممكن نعمل كده. ماشي لحظة، هناخد رقم عندنا هنا نوديه الجنب التاني، حط زائد، عايزين نجمع الديجيتس بتاعته. ماشي، نعمل كده. 81 المرة اللي بعدها بتسعة. ده معنى ايه؟ ان اكبر رقم معانا هياخد بس عمليتين، يعني هياخد عمليتين عشان يوصل لرقم يفضل ثابت. تمام، هي تسعة في تسعة، معلش تسعة في تسعة على طول. بس ايا يكن، ايا يكن، اكبر رقم معانا ادانا مرتين بس في العمليات. ماشي، فاحنا مش محتاجين نعمل ابديت لكل العناصر، احنا محتاجين نعمل ابديت بس للعناصر اللي لسه عايشه او لسه ما ماتتش. ازاي؟ فاحنا لما جينا هنا مثلا قلنا نعمل ابديت من اولهم لاخره. ماشي، لو عملنا ابديت من الاول للاخر ال وار للاول من الاول للاخر، تعالوا نعمل هنا سلاش تيجما. لو عملنا ابديت من الاول للاخر فايه بس العناصر اللي لسه هتتحدث اللي احنا عارفينها تتحدث؟ هيبقوا دول بس. تمام، فهنحدثه. ماشي، فدي هتبقى 6 فماتت خلاص، معناش نرجع لها تاني، معناش عايزين نشوفها مره تانيه. دي هتبقى 15 فممكن نرجع للنقطه دي تاني. دي هتبقى 1 4 3 4 ب 12 فهنرجع لدي تاني ما ماتتش، و 2023 ب 7 فدي ماتت. تمام، فاحنا عملنا من البدايه من الاول للبدايه، عملنا على كام؟ على العناصر اللي عايشه بس، اللي هي 1 2 3 4. تمام، المره اللي بعدها العنصر ده والعنصر دول ماتوا، فمش هنحتاج نعمل غير بس على ايه؟ على 5 و 12 للمره الثالثه، ودي هتبقى ب 6، لا دي 3 بس، ودي هتبقى ب 6. تمام كده كل العناصر ماتت. ماشي، انا بقول فكره انها حيه او ميته يعني ان هي هنحدثها يعني بعد كده ولا لا. تمام ماشي، فده معنى ايه؟ قلنا ان كل عنصر اخره في التحديث 3 مرات، فلو احنا عرفنا ان احنا بس نحدث العناصر المهمه لينا هنحتاج نحدثها 3 مرات بس، فالكود بتاعنا بدل ما يبقى او ان سكويرد هيبقى 3 ضرب ان. تمام، يعني كل عنصر اخره 3 مرات في التحديث. تمام، اللي هو في اسوء حال لو كلهم ايه رقم بيتقسم 3 مرات. تمام، فستيل دي مقبوله، ممكن 3 ضرب ان اللي هي ان يعني، فده هتعدي وتجيب اكسبتد. ماشي، بس ازاي دلوقتي هنحتفظ او ازاي هنبقى عارفين ما نعملش اللوب كلها، احنا عايزين بس نمر على العناصر المهمه. هنستخدم الست ازاي؟ تعال نشوف دلوقتي. ماشي، اول حاجه تعالى نعمل ست اسمها الايف 20. تمام، الست دي هنحط جواها كل العناصر اللي لسه ايه شغال، اللي لسه هنحدثها بعد كده. ف واحنا بنضيف الاي اي هنشوف العنصر هيبقى شغال ازاي لو كان قيمته اكبر من 9. اكبر من 9 فهو فيه اكتر من خانه. تمام، في خانتين او اكتر فهنحدثه بعدين. فلو العنصر اي اي اكبر من 9 ضيفه لي للليست، ما تضيفوش هو ذات نفسه، ضيف بس الاندكس بتاعه. ف alive dot insert الاندكس بتاعه. ماشي كده، احنا محتفظين بالاندكس اللي لسه ايه شغال وهنحتاجه بعد كده. ماشي، دلوقتي احنا بدل ما هنلوب بشكل لينير من ال ال ار، احنا عايزين نلوب من ال لحد ار جوه الليست، جوه الايف دي. هنعمل كده ازاي؟ تعالوا نعمل كده بشكل تاني. ماشي،
احنا بس تعالوا نسيب دي كريفرنس بس كده. دلوقتي احنا معانا ال ده ال اللي ده هيكون اول عنصر الاندكس بتاع اول عنصر احنا عايزين نحدثه. فهنشوف طول ما الليست مش فاضيه, طول ما الست بتاعتنا مش فاضيه, الايف مش فاضيه تمام, لو هي فاضيه لو في حاجه محتاجين نحدثها خلاص مش مشكله. طول ما هي not empty هنعمل التالي. تعالوا نعمل اتريتور او نروح لاول عنصر في الست الايف قيمته ال, مش الايف دي بتحتوي على اندكسات, فاحنا ندور على الاندكس اللي هو ال تمام. تمام هنعمل كده ازاي؟ هنعمل اوتو, هنعمل الاتريتور يعني current العنصر الحالي اللي هو هنبدا عند ال, فالايف دوت لوور باوند ال كده. احنا عملناه جبنا من اسمه ايه, من الايف اول عنصر او اول اندكس قيمته ال ماشي. لو current ده, لو current ده خلاص طلع بره الليست, يبقى لو current يساوي alive.end خلاص طلع بره الست, خلاص ساعتها الاتريتور ده بره الست هنبريك ماشي. او في حاله تانية لو كان بره الرينج بتاعنا, يعني هو هيبدأ هيمشي هيبدا عند ال وهينتهي عند الار, فلو الكرنت ده current ده قيمته اكبر من الار او تساويها, عشان احنا عشان دي يعني one based اكبر من الار او تساويها, فتعمل بريك تمام. ايه الغلط هنا؟ ان current بتحتوي على address او iterator, فاحنا محتاجين نجيب قيمتها, فلو قيمة ال current اكبر من الار اعمل بريك تمام. دلوقتي هنعمل ايه؟ current دلوقتي بتحتوي على قيمة الاندكس, فدلوقتي احنا عايزين فالاندكس الحالي ده هنحدثه. هنحدثه ازاي؟ هنقول a of current تمام اللي هو الاندكس الحالي يساوي get a of current. عمليه التحديث اللي احنا عملناها لحد دلوقتي مفيش حاجه فيه, احنا بس بدل ما ناخد الاندكس اسمه i سميناه current وجبناه باللور باوند لاول عنصر. يعني احنا عملنا لور باوند عند ال, جبنا العنصر حدثناه, وبعد كده محتاجين بقى ايه؟ نعمل حاجتين. لو current هنحتاج, لو هو لسه عايش بعد ما حدثناه, لو هو لسه عايش تمام, لو هو مش لسه عايش خلاص ازاي؟ ماشي احنا حدثناه دلوقتي. دلوقتي هنشوف ايه نفس الشرط اللي هو هل احنا نحتاجه بعد كده ولا لا. لو قيمته اكبر من 9 هنحتاجه بعد كده تمام. يبقى ايه نجمة current لو قيمته دلوقتي اقل من 9, اقل من او يساوي 9, ساعتها هنعمل له erase من الالايف ماشي. كده اللي احنا عملناه ايه؟ حدثناه, ولو ولو هو خلاص ما عادش عايش او ما عادش نحتاجه بعد كده بنمسحه ماشي. اخر حاجه هنعملها بقى, اخر حاجه عايزين نحدث ال, عايزين نحدث الكرنت يروح على العنصر اللي بعد كده ازاي؟ دلوقتي احنا دلوقتي كنا احنا بنعمل لوب يدوي يعتبر شويه. فدلوقتي اول مره لو احنا قلنا لو وصل لنهايه الليست او الست او قيمته اكبر من الار اعمل بريك, بعد كده حدثه, ولو كان اقل من 9 امسحه ماشي. بعد كده محتاجين نروح على العنصر اللي جاي فكرنت. هنحرك الاتريتور بمقدار واحد, فنعمل كرنت بلس احنا رحنا على العنصر ايه اللي جاي تمام. وهكذا بقى, هو لما يشوف العنصر اللي جاي قيمته اكبر من الار او كده يبريك تمام. فاللي احنا عملناه ما هوش كتير خالص يعتبر, والفكره بتاعته بسيطه. بس الاول نشغل لو نشوف هل في مشكله ولا لا, بعد كده نشوف لو نتكلم عليه تاني سريع. عمل ريسيف سيف دي ما طبعش حاجه تمام. نحاول نعمل ديبج المشكله دلوقتي, نمشي بالترتيب ماشي. لو تايب 1 اول حاجه احنا ضفنا العناصر في الايف, لو كانت اكبر من 9 هنضيفها, الاندكسات بتاعتها هنضيفها ماشي. بعد كده current هنجيب الايف دوت لور باوند ال عند ال, طول ما الايف مش امتي مش فاضيه
لو current يساوي آخر عنصر فيها أو قيمته أكبر من الـ R هنبريك، هنطلع من اللوب مش هنحدث حاجة خالص. ماشي، غير كده هنحدث العنصر اللي عند الاندكس بتاع current بقيمته الجديدة بجيت A star current، ولو كانت قيمته الجديدة أكبر أقل من 9 اللي هو بقى الديجيت واحد اتحولت لديجيت واحد ساعتها ما عندناش هنحتاجه بعد كده فنمسحه. بس ممكن تكون دي السبب برضه مش هي السبب. يا شباب هحاول اعمل ديباج على السريع، لو حد شايف الغلطة مثلا في الكود عرفوني. عملت ديباج على السريع بس دي مكتبة بتعمل ديباج عشان اقدر اطبع العناصر بشكل اسرع. ماشي، كل مرة عايزه يطبع لي ديباج لقيمة الكرنت دي، وعايزه برضه يعمل لي ديباج ل للست عموما الالايف عموما. ماشي، اول مره كان الكرنت بواحد والايف كان جواها واحد واثنين وثلاثة واربعة الاندكسات بتاعتهم. ماشي، المره اللي بعدها الكرنت بقى بيساوي صفر والايف اثنين وثلاثة واربعة. تمام، لو احنا سايبين لسه اللي فوق، لا ما احناش سايبينهم. ماشي، فتاني مرة قيمة current كانت صفر و alive باتنين وتلاتة اربعة. بعد كده البرنامج عمل crash، فهو عمل crash في الحتة دي هنا او قبل ما ادخل اللوب مرة تانية. تمام، لحظة اشوف الكود بسيمته. تمام، واحنا كنا قاعدين بنعمل اللور باوند على قيمه ال، فلا احنا هنعملها على، هنخلي ان نخلي ده مثلا انتجر عادي اخر قيمه عندنا ونخليها مثلا وليكن ال. تمام، بعد كده دي هتبقى ايه القيمه الحاليه لاست مثلا نسميها لاست، وهنعمل بقى هنا الكرنت بحيث ان كل مره يعمل لور باوند على القيمة الجديدة بدل ما يزود المقدار واحد هعمل lower bound عليها. ماشي، فهيبقى current يساوي lower bound alive dot lower bound بمقدار بقيمة last. تمام، وكل مرة دي هنحدث last بحيث انها تكون اخر قيمة احنا شفناها. تمام، عملنا lower bound هنا، عملنا lower bound. ماشي، بعد كده هنخلي current مش هنحرك في current خالص، مش هنغير في مكان الاتريتور خالص، احنا هنخلي قيمة last تساوي قيمة الاندكس بتاعنا الحالي. ماشي، زائد واحد. ايه اللي احنا عملناه؟ last مثلا اول مرة راح العنصر رقم، تعال نشوف بس هتشتغل اول، حط بس السيمي كولون هنا. تمام، بس ده ماشي. وليكن مثلا اول مره هيكون عندنا قيمه ال، عملنا lower bound عليها عند ال وجبنا القيمه بتاعتها جوه الايف. ماشي، لو كانت برضو زي ما قلنا في الاول بالاتريتور قيمته اكبر من r او هو عند اخر الليست اعمل بريك، غير كده حدثه، ولو كان اقل من 9 يعني اللي هو مش هيحتاج تحديث بعد كده امسحه، ما عندناش عايزينه بعد كده. ماشي، بعد كده last هتساوي نجمة current اللي هو الاندكس الاخر اندكس انت اخدته زائد واحد. وليكن مثلا هو مدينا من ال r وليكن مثلا من 2 لحد 6، وبالفعل alive اول عنصر فيها اكبر من الاثنين كان هو الخمسة. تمام، فlast هتساوي ال اللي هي ب 2، بعد كده عمل lower bound رجع له الخمسة.
اللي هو العنصر عند الرقم 5 ماشي. المره اللي بعدها لما تعمل لاست هتعمل لاست الخمسة زائد واحد ستة، تعمل لور باوند تشوف بقى هل العنصر رقم ستة ده عرفت توصل له ولا لا باللور باوند، وصلت له تاني بالبحث عنه ولا لا، وهكذا. تمام، فاحنا كده عدد السامبلز. وبالفعل احنا بس بنمشي على عناصر زي ما اثبتت من شويه ان احنا نمشي على عناصر بالكتير قوي ثلاث مرات لكل عنصر. فلو هنمشي ثلاث مرات لكل عنصر وبعد كده مش هنشوف العنصر ده تاني، فالحل بتاعنا هيبقى او في 3 ان، بس بما ان دي ست فاستخدامك للست بالفعل بيخليك يعني انت اي عمليه على الست بتكلفك لوج، فهيبقى كده دلوقتي الحل ان لوج ان. ممكن نسلم ده الحل دلوقتي. دي كانت مساله اف. وصلت ران تايم ايرور في تيست 3. تعال نشوف. تمام، هو بص هو الفكره يعتبر واضحه، الفكره واضحه بتاعت المساله. مش عارف الران تايم ايرور بسبب ايه بصراحه، بس يعني ممكن مع ديبجي على طول ممكن دي محتاج تبقى ال ال او كده، مش متاكد بصراحه، بس مش مشكله. هو الحل ده صح، بس لو في تغيير بسيط، لو في تغيير لقيته هبعته لكم يعني في الكود. بس اتوقع عشان وقت السيشن بتاعنا مش ممكن نعمل ديبج مره ثانيه، بس هو الحل فعلا الفكره صحيحه ان احنا بس هنمشي على الارقام اللي لسه معانا، الاندكسات اللي لسه عايشه او هنحتاجها بعد كده وبس. فكده خلتنا ان لوج ان. تمام، فالعموم على العموم المساله دي، على العموم المساله دي 1500 فتقييمها كويس يعني. وبس وصلنا لها بحاجات بسيطه خالص، ما استخدمناش اكتر من ست، فبس بالحاجات البسيطه زي الست والماب والحاجات دي ممكن يعني نحل مساله تقييمها عالي. بس الفكره بس ان احنا نعرف نفك المساله لاكتر من شكل، بحيث ان احنا يعني نبسط المسائل ابسط، بحيث ان نقدر يعني نتغلب عليها يعني كلها على بعض. تمام، وبس ده كان بالنسبه للسيشن النهارده. شكرا لحضوركم يا شباب. دلوقتي لو حد عنده اي سؤال، لو حد عنده اي سؤال خصوص السيشن او كده. بس تمام، تمام ماشي ان شاء الله. ده كان السيشن بالنسبه للسيشن الاخير في ده كان بالنسبه للسيشن الاخير في الليفل 0. ان شاء الله بعد كده هيكون في كواليفيكيشن كونتست، هنعلن لكم عن التفاصيل بتاعتها قريبا ان شاء الله، وهنعرفكم ايه المطلوب يعني عشان توصلوا ليفل 1 تحلوا مسائل ايه او كده، وتشاركوا برضو. هيكون الكواليفيكيشن كونتست عليها يعني تاثير كبير، بس مش هتكون لوحدها. فطبعا ان شاء الله بعد يعني قريب قريبا يعني هنبعت لكم فيديو قصير بيعرفكم تفاصيل الكونتست دي. ان شاء الله الفتره دي حاولوا بس تحلوا المسائل في شيت النون لينير اسيز اللي لسه هينزل، و حاولوا تحلوا برضو المسائل السابقه لو في مسائل من شيتات قديمه او كده او كونتستات تعملوا ابسولف ليها. وبس نستنوا بقى الكواليفيكيشن كونتست، ولو حد عنده اي سؤال. ماشي تمام يا شباب، كده احنا خلصنا، ممكن تفضلوا براحتكم.